أهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والمترجم المغربي حسن المصلوحي. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. الشعر وما ينطوي عليه من عذوبة وإيقاع جميل، أثرنا أن تكون لنا وقفة مع الشعر. أم النحيفين، لن نشتري بك تابوتا من البطر، ولن نردك عصفورا على شجري، سنشتري لك أقفاصا وحارسها سهاد أحلامنا من عصرك الحجري، وننتشي كلما قاتلت خضرتنا كأننا واحد في الخسر والظفر، وكلما اعترضتنا منك بارجة قلنا لها نحن قاع البحر فاندحري، ولن نؤاسي أسرانا الذين قضوا على يمينك حرثا في يد القدر، ولن نعود إلينا بعد سكرتنا مفاخرين بما جزنا من الخطر، كما يعاود هر وصل شارعه مفارقا دفء بيت زاره الجدر، كما يحب قضيب دق قاطرة أجل نحبك يا دنيا بلا حذر، ومثلما تختلي بالياسمين يد وباليتيم عيون الناظر الشزر، دعي قناتك ترعى في حشائشنا، فإن فجرت فلا تأتي لتعتذري، ويا سمينة من مص الدماء، ويا أم النحيفين مصينا ولا تذري، نحن الذين أبحنا شوق صحوتنا فأطفأته عيون الفجر والسحر، صبي على ثاكل آي الخداع ولا تورعي، فإذا جافاك فاصطبري فلمحة وسيأتي دافعا غده مقامرا بالذي ما فات من عمري، قولي لأرملة قصت ضفائرها وأسلمت نفسها قناصة المطر، في الليل سمي عفاريت الجدار رؤى، في الصبح يأتيك ما أملت فانتظري، فإن أتى الصبح قد تقضي منيتها
عنك الديون بموت كاذب أشري، أعطي الملايين أمراضا وأسئلة وفاقة ويقينا غير مختمري، ليطبخوه على تنور صبوتهم ويعبروا كل غيب غير منعبري. وفي مساء بعيد منه مغتسلي، وارمي الرماد الذي في أي منحدري. ما أنت إلا لعوب تحت شهوتها، ما نحن إلا ضحايا حبنا القذري. الكتاب هذا الجليس الجميل كان له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم وفقرة هذا كتابي. مساء الخير أصدقائي الأعزاء مشاهدين الأكارم في قناة الرافدين الفضائية، معكم الكاتبة الأردنية كفاح دياب للحديث عن إصداري هو الثاني، رواية لمن لا يهمه الأمر. الرواية تتحدث عن علاقة شقيقتين مع بعضهم البعض، ربما هي علاقة ندم وحزن عما فعلته الأخت بشقيقتها. تدور أحداث الرواية في دار الإيواء للعجزة والمسنين، دهشة كبيرة وأحداث زخمة بداخل الرواية. اخترت أن يكون أحداث الرواية تكون في بلد أجنبي، كما اخترت أسماء من عدة ديانات. أردت لهذا التناغم بين الأسماء أن أثبت للقارئ أو أجعل القارئ يشعر بأننا نتعامل مع بعضنا البعض بإنسانيتنا، لا فرق بين أطيافنا ولا دياناتنا ولا حتى جنسيتنا، الجميع يتعامل مع بعض البعض بإنسانيته، مشاعرنا دليل إنسانيتنا. هذا ما أردت أن يصل له القارئ. أود أن أشارك القراء الأعزاء في مقتطفات من الرواية. تقول البطلة على لسان حالها: لم يكن لي حاجة في أن أفصح عن مشاعري بالبكاء ولا بالغضب، الكتابة تجعل من الحزن أعمق وأكثر خلوداً، وأنا بالكتابة أردت الخلود لهذه الأحزان التي جعلتني أفصح عما بقلبي لقلمي، فعاندتني الحياة وأرهقتني حتى جعلتني أحتسي مدامع قلمي في كل رسالة كتبتها لمن لا يهمه الأمر. أيضاً الاسم لافت لأن أحداث الرواية لها علاقة كبيرة باسم الرواية، كما أسلفت الرواية فيها دهشة وفيها قليل من الحزن، فيها تشويق أيضا، فيها إثارة. رواية تقع في 260 صفحة، هي من طباعة دار الخليج للنشر والتوزيع. أتمنى لكم قراءة طيبة، وهي كما أسلفت إصداري الثاني. كل الشكر والتقدير لقناة الرافدين التي ما زالت وستبقى تدعم وتساند الكتاب العرب من جميع أطيافهم. شكرا جزيلا لقناة الرافدين الفضائية، شكرا أصدقائي المشاهدين. خطاط عراقي أتقن فن الخط، فكان له إنجازات مهمة في هذا الميدان. هو من مواليد بغداد وتخرج من جامعتها قسم الإدارة والاقتصاد، ولكنه أصبح أشهر الخطاطين في العراق. الاسم الفني نبيل الشريفي، الاسم نبيل نور جاسم محمد الشريفي، مواليد 1963 بغداد، خريج كلية الدراسات جامعة بغداد سنة 86-87، يعني 1986-87. تأثر الخطاط منذ نعومة أظفاره ببيئته المتميزة بانتشار العمارة الإسلامية الرفيعة المحلات بنفائس الخطوط العربية والزخارف النباتية التي ظهرت جلية في مساجد مدارس بغداد القديمة. الخط العربي شغلني منذ نعومة أظفاري، يعني منذ أنا كنت صغير بالابتدائية عشقت الخط من خلال والدي الله يرحمه ويرحم والديكم، كان خطاط فطري يعني يعرف أنواع الخطوط وطريقة كتابتها، بس يعني مو بشكل أكاديمي، فكان يعلمني بالابتدائية وأنا عندي شغف يعني
الخاض بفد ميزة شوية عرج على فد موضوع آخر أيضا جميل. يعني إذا واحد ما عنده رغبة يتعلم خاط يعني شوية صعب يستمر، وإذا عنده رغبة تشوف حتى التطور يكون سريع. فكانت موجودة عندنا الرغبة، فكنا نتعلم من الوالد أن نكتب خط الرقعة بالابتدائي وقت العطل يعني خميس جمعة، فيعتبر والدي ومدرسي الأول. بعدين شاءت بي الظروف والصلف أن ألتقي بأستاذي الخطاط أستاذي عباس البغدادي، وظليت وياه لحد الآن. هو أستاذي وهو صاحب الفضل الكبير علي ويعتبره أفضل خطاط بالعالم عباس البغدادي. نبيل الشريفي هو امتداد لمدرسة بغداد في فن الخط العربي التي ازدهرت في العصر العباسي، ومنها انتشرت أصول الخطوط الأخرى في كل من المشرق والمغرب والأندلس. الخط منبع نموه ازدهاره انتشاره بغداد، والآن الخط رجع إلى العراق إلى بغداد. هاي معلومة ما يعرفوا كثير من الناس، بس الخط هو في العراق، ما لنا علاقة بالإعلام في دول الخليج، الإعلام في مناطق أخرى ما نريد نجيب أسماء، بس هو الخط واقع حال بالعراق. شارك الخطاط في عدد من المؤتمرات خارج العراق منها تركيا، وهو الآن متفرغ لدراسة الخط، ونال عدة جوائز، ويعمل على مصحف بخطي الثلث والنسخ. وأنا في الكلية كتبت أنجزت مصحفي الأول، نجي على الإنجازات. بديت ب86 أكملته ب89، ذهبته وزخرفته كملته ب89 مصحفي الأول. الإنجاز الثاني فزت أول العالم الإسلامي بمسابقة قامتها منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، مسابقة عالمية، فزت بخط النسخ خط المصحف أول 1998. وبهالفترة كنت مشغول بخط مصحف الثاني وتذهيبه أيضا، أنا أيضا مذهب، فأكملت مصحف الثاني سنة 2000 وواحد اللي ابتدأت بسنة 1997، تقريبا 4 سنوات ولي كتابة المصحف. منذ 31 عاما وهو يدرس الخط العربي إلى عشرات الطلبة في بيته. على صعيد الآخر أنه أنا تعليمي عندي طلاب كثيرون جدا، والشيء اللي أتفرد به أنا صار لي 31 سنة أنا أعلم الخط العربي مجانا في بيتي، وموضوع مو سهل، صعب جدا، إلا ذو حظ عظيم، إلا قال ذو حظ عظيم عنده توفيق من الله أنه تندق عليه الباب لمدة 32 سنة وتعلم من البداية ومختلف الأعمار وبدون مصلحة وبدون مادة يتعلم. هذا يعني ينتظر الأجر، يعني احنا خلينا نقول التاجر محرم بالعالمين، تجارة رائجة ورابحة. يوصي الخطاط بتعلم الخط للجيل الجديد، فهو إرث الأمة العربية والإسلامية. للشباب انه الخط العربي رائع جميل ذو فائدة وشأن عظيم، فتعلموه بشكل أو بآخر، يعني مو بس أنا اللي أعلم، شوفوا من النت، شوفوا كذا، أقرأ عنه، فأن تعلمتم أصبتم الخير، وأن أصبحتم متذوقين أيضا حصلتم على فالجزء لا بأس به من الخير. فالخط العربي كله خير وبركة ورحمة، ولذلك الإمام علي عليه السلام هو أول خطاط وأوصى بالخط كثير. يعني من ضمن الوقائع التاريخية أنه كان الفرزدق أبو شيخ في البصرة، جاء الفرزدق للإمام علي، الإمام علي لما كان والي بالكوفة، فأبو الفرزدق قال لابن الفرزدق يحسن الشعر، قال علمه القرآن، في حين الإمام علي يلح على تعليم الخط، قال أكرم أولادكم بالكتابة، فإن الكتاب من أهم الأمور وأعظم الشروط.
ويشتهر الخطاط الشريفي باهتمامه بخط المصحف والآيات القرآنية القصيرة. احنا لا نريد ان نقول الخط افضل من الشعر، لا، بس الخط البعد الروحي المادي كبير جدا، اكبر من الشعر. الشعر بشويه ومضات، ومضات بعيدة عن المبادئ والقيم، بينما الخط لا، كل خير وبركة، وتعلم انه الانسان شلون يعني اكو عظم من ان واحد مجرد ان يبعد القرآن كلمة وبركة كيف بدأ يخط. يقول الخطاط نبيل الشريفي: يعتبر الخط العربي واحدا من اهم الفنون العربية الاسلامية على الاطلاق، فهو يعد أحد وسائل التعبير عن الحاجات والاهتمامات الإنسانية الجمالية، ويعد العراق أصل الخط العربي، مشيرا إلى أن الخطاطين العراقيين يحتلون الصدارة عالميا. أهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والمترجم المغربي حسن المصلوحي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك سيد حسن، ضيفا على فضاءات، حسن المصلوحي الكاتب والمترجم من المغرب. أهلا بك أستاذ نصيف، مساءكم خير إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة الطيبة من هناك، من العراق الحبيب، و أكلمكم أنا من هنا من المغرب، لأن الكلمة لا يحدها حد ولا يعني تمنعها جسور. شكرا لكم، وأنا سعيد جدا بأن أتواجد معكم في هذا اللقاء. جميل، حياك الله سعد حسن. كتابك الأول سعد حسن، كتابك الأول كان يحمل عنوان الرغيف الأسود، وهو مجموعة من القصص القصيرة تشترك كلها بقاسم واحد، وهو حالة البؤس والعيش المر للفقراء والاستغلال الذي يتعرض له سكان الأحياء الفقيرة. لماذا جعلت باكورة أعمالك تحمل هذا الوجع؟ نعم، هذا السؤال في حقيقة الأمر تردد كثيرا وطرحه عدد من النقاد. لماذا أكتب في مكتبي يعني وأنا في سن يعني ليست بالكبيرة، لماذا أكتب سيرتي الذاتية؟ هي سيرة الطفولة فقط. لست أدري، ولكنني أحسست بأنني أتحرر من خلال الكتاب، أتحرر من كل ذلك الوجع. أحسست أن هناك شيء ما بداخلي يلح علي على أن أدون هذه المذكرات، لأنها في حقيقة الأمر ليست مذكراتي أنا فقط، بل هي مذكرات كل هؤلاء الناس الكادحون الذين عاشوا حياة الجمر واللظى. لذلك فكنت أحس بأن هناك ثقل كبير على كاهلي، علي أن أزيله، علي أن أفصح، وعلي أن أبوح بكل ما تعرضنا له في تلك الحياة القاسية، بتلك الفوارق الطبقية المقيتة، بهؤلاء الناس الذين ذهبت حياتهم سدى، هؤلاء الناس الذين تجرعوا المرار. لذلك فوكأن الرسالة وكأن الأمر الذي حركني لم يكن أمرا خاصا، وإنما كان أمرا عاما، كان دافعا، وكأن كل هؤلاء الناس يدفعونني ويستحثونني كل يوم لكي أكتب تلك المذكرات. وفي حقيقة الأمر حينما كتبتها تحررت وشعرت بأنه بإمكاني أن أكتب أكثر وأكثر. جميل، إذن هو انعكاس لحياتك الصعبة التي عشتها أنت، واضح الآن أمام. نعم. أنه يسيرة ذاتية للبيئة الفقيرة التي كنت تنتمي إليها. يعني كان أيضا هذا الأمر يقود هناك طبعا موضوع آخر حقيقة، أنت ترأس جمعية خيرية اسمها مؤسسة بلاد الخير، وهذه المؤسسة تقوم بنشاطات
ترعى اجتماعات يعني نشاطات اجتماعية ترعى الفقراء والمحتاجين المساكين. نعم. ويعني تبدر لي يعني أو يعني صار عندي تصور إنه هذه النشاطات التي تمارس هذه المؤسسة التي أنت ترأسها يعني كانت رافدا للقصص، لكن الآن أنت تقول سيرة ذاتية، أنت عشت هذا يعني هذا الوجع. إذن هذا الوجع، هل هو هذا الوجع دفعك إلى أن تعمل في هذه المؤسسة الخيرية؟ وإلى أي مدى ممكن أن تكون هذه المؤسسة الخيرية أو نشاطات هذه المؤسسة الخيرية رافدا لكتابة الرغيف الأسود؟ صحيح، هو في حقة الأمر ابتدأت الانضمام لهذه العالم، عالم الجمعيات، عالم التطوعي لفكرة الغيرية والإحساس بالآخر. طبعا المنطلق هو أنني لأنني عشت تلك الحياة الصعبة وأدرك جيدا معناها، أدرك جيدا ماذا يعني أن يسكن الإنسان في بيت قصديري أو قصديري، أدرك جيدا كيف ما معنى أن يختلط الرغيف بالوحل فيتحول إلى وحل كما كتبت أنا في الرغيف الأسود، أدرك معاناة الأطفال والأيتام إلى غير ذلك. لذلك انخرطت وأنا في سن صغيرة في الجمعيات، مثلا في عدد كبير من الجمعيات، لأنه هنا يتبدى لنا ذلك الجانب الغيري في شخصية الإنسان، أن يعيش بفضل. ربما نحن تجاوزنا تلك الوضعية وقفزنا نحو وضع آخر أفضل، ولكن هناك كثير من الرازحين، من الذين لا زالوا يرزحون تحت ذلك الوضع الجاثم على أنفسهم. لذلك كنا نحاول انطلاقا من قدراتنا الخاصة، من إمكانياتنا الخاصة، رفقة عدد من الأصدقاء والصديقات المحترمين الذين أيضا نذروا نفسهم لهذا العمل التطوعي. فهو اولا طبعا هناك الرافد الاساسي هو وحياتي الخاصه وما عشته وما رايته بام عيني، ثم ايضا العمل الجمعوي كان رافدا اساسيا من خلال كل تلك الحالات المأساويه التي كنا طبعا التي كانت تعرض علينا. تخيل معي امراه طاعنه في السن مصابه بالسكر، تخيل أن هذه المرأة يهاجمها السكر ولا تجد ما تأكله. تخيل أن هذه المرأة في هذه الوضعية لا تجد إيجار بيت ما تدفع به إيجار بيتها. لذلك فكما قلت نعم أصادق على كلامك أن العمل الجمعوي كان رافدا أساسيا من روافد الكتابة. صحيح، يعني كاد هذا الحال حقيقة موجود في كل البلدان العربية، حالة البؤس والأحياء الفقيرة. يعني هناك تخمة عند فئة من المجتمع. صحيح. وهناك فقر مدقع في عند فئات من. صحيح. المجتمع. لو أردنا أن أنت ككاتب أديب، أنت عشت هذه الحالة، عشت أنك عشت في بيئة. نعم. فقيرة، وأيضا الآن ترصد هذه البيئة من خلال هذا النشاط. نعم. النشاط الأدبي والنشاط الخيري. لو أردنا أن نتلمس. نعم. من الأسباب، من وراء حالة البؤس هذه المتواصلة؟ هل المجتمع أم المسؤول الرسمي؟ أعتقد أن يعني أن المسألة هي مسألة معقدة ومركبة بشكل كبير. المسألة لها امتدادها التاريخي حول ما تعرضت له هذه البلدان من استغلال ومن طرف القوى الإمبريالية، هذه القوى التي جرفت الأرض والتي لا زالت تتحكم في كثير من هذه البلدان إلى حدود الساعة. ثم أيضا هي مسؤولية المسؤولين الذين تلقى على عاتقهم هذه المسؤولية، وهي العدل، تحقيق العدالة التوزيعية بين الناس، تحقيق المساواة من حيث الفرص في نيل مناصب الشغل، الفرص في حياة أفضل. أنا لم أكن أطلب شيئا غير حياة كريمة. طلبت طلب كل هؤلاء الناس الذين لا يطلبون طلبا غيره، لا يريدون مناصب بل يريدون فقط حياة كريمة يعيشون فيها كأناس، يعني يحظون بالكرامة وينالون ويعيشون على هذه الحياة كما يجب أن تكون بطبيعة الحال. فأعتقد أن الكل متواطئ في هذا الوضع. وأنا وكتبت في الرغيف الأسود لماذا
يتسول المتسولون ويتكرش المسؤولون. لماذا هذا السعي المحموم إلى مراكمة الثروات على حساب البسطاء؟ فأعتقد أن الرسالة واضحة، أن هذا المسؤول عليه يعني أن لا يستمرئ نهب جيوب البسطاء والفقراء. هاد مثلا هاد لوبيات الاقتصاد الذين يسيطرون اليوم على الاقتصاد والذين ينفخون في الأثمنة حتى أصبحت المعيشة غالية بشكل كبير لا يمكن للفقير، يعني الكل متواطئ بطبيعة. نعم سيد حسن، هذا الوجع أنتج هذا العمل الإبداعي الأدبي. بدي أن يعني أقف على رأي النقاد، كيف استقبل النقاد هذا الرغيف الأسود؟ نعم، كان أول تواصل طبعا لفضل الحرف والكلمة، كان أول تواصل لي لهذا الرغيف الأسود مع العالم الخارجي من النقاد، لأنه كنت أكتب بعض، كنت يعني أدون بعض المقاطع من الرغيف الأسود في صفحاتي الفيسبوكية، وكان الأصدقاء يتفاعلون معها بشكل كبير جدا، وكانوا مصممين على أن هذه المذكرات يجب أن يعني أن ترى النور ككتاب. كان أول تواصل لي مع الرائعة القاصة التونسية نور عبيد، التي كانت أول كاتبة أو قاصة ستقرأ الكتاب، وحينما قرأته يعني تفاجأت كثيرا من رأيها، لأنه بصراحة اعتبرت بأنها مذكرات مهمة، وأصرت على أن تكتب مقدمة الكتاب التي شرفتني بها. بعد ذلك توالت اللقاءات، كانت هناك قراءات نقدية عديدة مثلا للناقد العراقي ستار زاغان، للناقدة المصرية أمل رفعت، ولكن حينما تم استضافة الكتاب في ندوة اليوم السابع المقدسية، وقدموا طبعا شكري لهذه الندوة العتيدة والعتيقة، فيعني أغلبية الآراء والمقاربات كانت إيجابية للغاية، بحيث أنهم اعتبروا أن الأدب المغربي له مكانه، وهناك من رأى فيه امتدادا للخبز الحافلي محمد شكري، ولا أدعي أنه في ذات المنزلة، ولكن استقبلوه استقبالا جيدا، كنت سعيدا جدا ولازلت سعيد، وهو يرى النور في معذرة سيد حسن مختلفة. معذرة نذهب إلى فاصل ثم نكمل حديثنا عن الرغيف الأسود. معذرة، مرحبا، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والمترجم المغربي حسن المصلوحي. أعود لك سيد حسن، كنا نتحدث عن تجربة النقد. نعم. التي تناولت الرغيف الأسود. الرغيف الأسود، نعم، كما قلت لك يعني أنا كنت سعيد جدا بأن النقاد تلقوه تلقي إيجابي للغاية، نقاد كبار. حينما نتحدث عن دكتور صافي عن الجميل سلحوت، عن فائزة بجائزة قطارة الرائعة الصديقة العزيزة فتحية دبش إلى غير ذلك، فالحمد لله كان هناك تفاعل إيجابي، وأنا كنت سعيد جدا بأن يلقى الكتاب هذا القبول، وبأن ينطلق نحو الطبع في بلدان أخرى غير. جميل، أنت اخترت، بدي أتحدث عن الطباعة، يعني هذه باكورة أمالك، يعني غالبا ما يميل كاتب إلى أن يرتب مع دار نشر محلية حتى تطبع. نعم. كتابه أو مؤلفه الأول. أنت اخترت دار نشر جزائرية، دار الأمير على ما أذكر طبعت هذا الكتاب. بالنسبة لدار الأمير طبعت ترجمة الكتاب إلى اللغة الفرنسية، طبعت الترجمة الفرنسية. نعم. أما الطبعة العربية فقد كانت في البداية مع دار النشر المغربية، وهي مؤسسة مقاربات. إذا طبع في دار نشر مغربية، لكن ترجمة الكتاب طبع في دار. نعم. أمير، باعتبار أن دار الأمير لها أعمال في فرنسا. نعم، هي دار الأمير هي دار جزائرية لصاحبتها حياة قاصدي، أشكرها بهذه المناسبة، موجودة في مارسيليا في فرنسا طبعا. نعم. جميل، ودي أتحدث عن ترجمة هذا الكتاب. نعم نعم، الرغيف الأسود. نعم، تفضل. أردت أن أوضح فكرة فقط، أن الكتاب لم يطبع فقط في المغرب، بل طبعت فيه
طبعة خاصة في مكتبة في دار النشر مكتبة كل شيء بحيفا، وقد اجتهدت كثيرا هذه المكتبة في إيصاله للمشرق، وشاركت به في عدة معارض من بينها معرض عمان الأردن ومعرض رام الله فلسطين بطبيعة الحال. نعم، يعني بعد أن صدرت الطبعة في المغرب طبع في حيفا. نعم طبع طبعة ثانية بغلاف مختلف في حيفا. جميل، إذا نتحدث عن الترجمة، حضرتك اخترت أن تترجم هذه المجموعة الرغيف الأسود إلى اللغة الفرنسية، وقلت أن دار الأمير طبعت هذه النسخة من الترجمة. حضرتك أنت درست اللغة الإيطالية والآن تترجم أعمالا من اللغة الإيطالية للغة العربية، وهذا سنتحدث عنه لاحقا، موضوع ترجمة الأعمال الإيطالية إلى العربية. لماذا اخترت أن تترجم مجموعة الرغيف الأسود إلى الفرنسية ولم تترجمها إلى الإيطالية؟ طبيعة الحال هو بالنسبة لمسألة الترجمة، أحيانا الصدفة تلعب دورا كبير. فيعني في بعض، يعني أنا كان همي وشغلي الشاغل أن يصل هذا الرغيف الأسود للآخر، لذلك الآخر الذي ربما عاش سياقات تاريخية مختلفة، إيصال هذه التجربة الإنسانية لتصل إلى مستوى المشترك الإنساني، وهذه نقطة مهمة جدا. نحن نكتب، نعم نكتب لكي نشفى، ولكن نكتب أيضا لهذا الآخر لربما يتلقف مما نكتبه ما سيستفيد منه، وهذا حقا ما حدث. يعني رأيت منشور لأحد الأصدقاء الذي ترجم كتابه إلى الفرنسية وترجمته له الرائعة فاطمة أبو راي، وهي مترجمة متخصصة إلى اللغة الفرنسية، وتواصلت معها وكان هناك اتفاق. بالمناسبة الكتاب يترجم الآن حاليا في هذه الفترة يترجم إلى اللغة الإنجليزية لكي يصل إلى فئة أكثر، يعني فئة عريضة، لكي يصل إلى فئة عريضة من هذا الآخر الذي نريد له أن يقرأ هذه التجربة الإنسانية. جميل، هذه النسخة الفرنسية ودي أن نسلط الضوء عليها. نعم. هل شاركت في معارض؟ هل يعني وجدت أصداء طيبة في فرنسا؟ نعم، لو بانوار الرغيف الأسود أو لو بانوار بالفرنسية، بطبيعة الحال سوف تشارك في المعرض، في أول معرض ستشارك فيه، لأنه لم تمر مدة طويلة على طباعة هذا الكتاب إلى الفرنسية، ربما 6 أشهر إذا لم تخن الذاكرة، وسيشارك في المعرض القادم في منطقة مستهل هذا الشهر، سوف يشارك في المعرض القادم بنانسي، بمدينة نانسي بفرنسا، فسيكون هذا أول معرض للرغيف الأسود. طبعا هناك صعوبة كبيرة في يعني في 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 توصيل أو في إيصال هذا الكتاب للقارئ، نظرا لأننا نتحدث عن دولة أخرى. نعم، وكنت أفكر مؤخرا في ضرورة العمل والاشتغال على إيصاله أكثر للقارئ الفرنسي حتى يطلع عليه. جميل، حضرتك كما قلت أنك درست اللغة الإيطالية والآن تترجم أعمالا إيطالية إلى العربية، ومنها طبعا رواية الرجل الحرية للأديب الإيطالي لويجي سافانيوني. الاختيار يعني حتما هناك أشياء يعني شدتك إلى هذه الرواية وإلى هذا العمل، ما الأسباب التي دعتك إلى أن تترجم هذا العمل أو تختار هذا العمل للترجمة؟ مبدئيا مسألة الترجمة، أعتقد أن الترجمة هي فعل المثقف الحقيقي. والملاحظة التي لاحظتها أنا كمغربي أن هناك توجه كبير نحو اللغة الفرنسية، حتى أنه في المدارس كنا نطلع على، كانوا يعملون على يعني برمجات كتب فرنسية لفولتير إلى غير ذلك. ولكن حينما درست اللغة الإيطالية هنا بالمغرب وسافرت نحو إيطاليا وعشت هناك تقريبا 8 سنوات ودرست اللغة الإيطالية هناك وبدأت أقرأ الإبداعات والكتابات الإيطالية، اكتشفت أننا لدينا فقد كبير بأننا لم نهتم بالأدب الإيطالي، لأنه بكل صراحة هو أدب عظيم جدا. طبعا إيطاليا بلد الفن وبلد الإبداع وبلد طبعا
لذلك فحملت على عاتقي أن أوصل ما يمكنني أن أوصله بطبيعة الحال، أن أوصل ما يمكنني أن أوصله من هذا الأدب الإيطالي. لذلك ابتدأت أولا بالاشتغال على هذه الرواية، وهي لومو سيرينا أو الرجل الحورية. نعم جميل. حضرتك أيضا يعني اشتغلت على النقد وأعددت عدة دراسات نقدية، و أكثر ما أثار الجدل هي ما كتبت: قليل من النقد كثير من المجاملات. من المجاملات هنا نعم. هل يمكن اعتبار هذا العنوان يعني نقد النقد، نقد المشهد النقدي، بأنه هناك مجاملات كثيرة نقد قليل؟ مدي أن نسمع منك. أكيد، يعني أنا مبدئيا لكي أوضح الفكرة، أنا لست ناقد متخصص، وإنما أنا يعني داخل كل قارئ هنالك ناقد. وأيضا بحكم دراستي للفلسفة واشتغالي كأستاذ لمادة الفلسفة، فطبعا الفلسفة هي آلية نقدية بدرجة أولى. لذلك يعني في إحدى الأعمال التي كنا قد استضفناها في ندوة اليوم السابق، معذرة الأستاذ حسن، الوقت نعم. انتهى معذرة. نعم. كنا نتمنى أن نسمع أكثر. شكرا لك، لكنها فرصة إيجابية. شكرا جيد. لك نعم. الكاتب والمترجم المغربي حسن المصلوع، شكرا لك. ألف شكر ونلتقي في مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.